في هذا الفيديو أود القيام بحل بعض المسائل التي تحتوي على خصائص الأسس، لكن وقبل القيام بذلك دعونا نجري مراجعة سريعة عن ماهية الأسس. فلنفترض أن لدي 2 للقوة 3. ربما ستقول هل هذا يساوي 6؟ وسأقول لك لا، لا تساوي 6، بل هذا يعني أن 2 مضروبة بنفسها 3 مرات، أي سيساوي 2 ضرب 2 ضرب 2، حيث 2 ضرب 2 يساوي 4، 4 ضرب 2 يساوي 8. وإذا سألت كم ناتج 3 للقوة 2، فهذا يعني أنك ستضرب 3 بنفسها مرتين، أي 3 ضرب 3 ويساوي 9. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى، أعتقد أنك استوعبت الفكرة العامة إذا لم تكن قد شاهدت هذا سابقا. لنفترض أن لدي 5 للقوة 7، أي ما يساوي 5 مضروبة بنفسها 7 مرات، 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، 1 2 3 4 5 6 7، والناتج سيكون عدد كبير جدا جدا، ولن أقوم بحسابه الآن، وإذا أردت أن تحسبه بنفسك فهذا يرجع لك، أو استخدم الآلة الحاسبة للقيام بهذا، لكن أؤكد لك أن الناتج سيكون كبيرا جدا. إذا الشيء الذي ستدركه بسرعة هو أن الأسس ترفع قيمة الأعداد بسرعة، ف5 للقوة 7 سيكون ناتجه عدد هائل وضخم. لكن على أي حال كانت هذه مراجعة بسيطة للأسس. دعونا الآن نتعمق في الجبر باستخدام الأسس. لنقل كم ناتج 3x، دعوني أقوم بهذا بلون مختلف، كم ناتج 3x ضرب 3x ضرب 3x؟ حسنا، الشيء الذي يجب أن تتذكره عن عملية الضرب هو أن الترتيب لا يهم عند القيام بعملية الضرب، بالتالي يمكن كتابة المسألة بالصورة التالية: 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب x ضرب x ضرب x، ومسألة الترتيب ترجع لنا. هذا الجزء هنا 3 مضروبة بنفسها 3 مرات يساوي 3 للقوة 3، وهذا الجزء x مضروبة بنفسها 3 مرات تساوي x للقوة 3. يمكن كتابة الناتج كالتالي: 3 للقوة 3 ضرب x للقوة 3، أو إذا كنت تعرف ناتج 3 للقوة 3 وهو 3 ضرب 9 ويساوي 27، فالناتج النهائي يكون 27 إكس للقوة 3. وربما أنك تقول الآن: ألم تكن المسألة 3 إكس ضرب 3 إكس ضرب 3 إكس؟ ألم تكن 3 إكس للقوة 3؟ أليس كذلك؟ وقمت بضرب 3 إكس بنفسها 3 مرات، وسأقول لك نعم إنها كذلك، فهذه يمكن تفسيرها على أنها 3 إكس الكل مرفوع للقوة 3. وبهذا نكون قد تطرقنا لواحدة من خصائص الأسس. لاحظوا هذا: عندما يكون لدي عدد مضروبا بعدد ما وكل المقدار مرفوعا للقوة 3، فهذا يساوي كل قيمة منهم مرفوعة للقوة 3، وهذه قيم مضروبة ببعضها. 3 إكس للقوة 3 يساوي 3 للقوة 3 ضرب إكس للقوة 3 ويساوي 27 إكس للقوة 3. إذا دعونا نحل المزيد من الأمثلة. ماذا إذا قمت بسؤالكم كم ناتج 6 للقوة 3 ضرب 6 للقوة 6؟ وسيكون الناتج ضخم جدا، لكني أريد أن أكتبه بصورة عدد مرفوع للقوة 6، ودعوني أكتب 6 للقوة 6 بلون مختلف،
ستة للقوة ستة، إذا ستة للقوة ثلاثة ضرب ستة للقوة ستة، كم ناتج هذه المسألة؟ حسنا، ستة للقوة ثلاثة نحن نعلم أنها عبارة عن ستة مضروبة بنفسها ثلاث مرات، أي ستة ضرب ستة ضرب ستة، وهذا المقدار مضروبا ب سأكتب إشارة الضرب باللون الأخضر، وأستخدم اللون البرتقالي لكتابة العددين، هذا يساوي ستة للقوة ستة. حسنا، كم ناتج ستة للقوة ستة؟ إذا ستة مضروبة بنفسها ست مرات، كثير من الستة، ستة ضرب ستة ضرب ستة ضرب ستة ضرب ستة ضرب مرة أخرى ستة، فكم سيكون الناتج؟ حسنا، سنقوم هنا بضرب ستة بنفسها كم مرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع مرات، صحيح؟ ثلاث مرات هنا بالإضافة إلى ست مرات، إذا سنضرب ستة بنفسها تسع مرات، ثلاثة زائد ستة، وهذا يساوي ستة للقوة ثلاثة زائد ستة، أو يساوي ستة للقوة تسعة. وهكذا تكون قد تطرقت إلى خاصية أخرى من خصائص الأسس في هذه الحالة، عندما تعاملنا مع الأسس ستة للقوة ثلاثة كان العدد ستة هو الأساس، أي أخذنا الأساس المرفوع للقوة ثلاثة. عندما نضرب عددين لهما الأساس نفسه، ففي هذه الحالة تجمع الأسس، إذن دعوني أقوم بحل عدة مسائل على هذا. سأستخدم اللون الأرجواني، لنفترض أن لدي 2 للقوة 2 ضرب 2 للقوة 4 ضرب 2 للقوة 6. حسنا، لدينا نفس الأساس لكل من هذه القيم، إذا يمكننا أن نجمع الأسس، وهذا يساوي 2 للقوة 2 زائد 4 زائد 6، ويساوي 2 للقوة 12، وهذا منطقي لأن لدينا 2 مضروبة بنفسها مرتين، 2 مضروبة بنفسها 4 مرات، واثنان مضروبة بنفسها ست مرات، وعندما نضرب هذه القيم كلها سيكون الناتج اثنان مضروبة بنفسها 12 مرة، أي 2 للقوة 12. دعوني أقوم بها بطريقة مختصرة بعض الشيء باستخدام بعض المتغيرات، لكن الفكرة تبقى نفسها. كم ناتج إكس تربيع ضرب إكس للقوة 4؟ حسنا، يمكن استخدام الخاصية التي تعلمناها، لدينا الأساس نفسه أي X، بالتالي سيكون الناتج X للقوة 2 زائد 4 أي X للقوة 6، وإذا كنت لا تصدقني فكم ناتج X تربيع؟ X تربيع تساوي X ضرب X، وإذا أردنا أن نضرب هذا بx للقوة 4، x للقوة 4، ويعني أننا سنضرب المقدار بx مضروبة بنفسها 4 مرات، x ضرب x ضرب x ضرب x، بالنهاية كم مرة سنضرب x بنفسها؟ حسنا، 1 2 3 4 5 6 مرات، إذا إكس القوة 6. لنقوم بحل واحدة أخرى، فمن الأفضل لنا أن نقوم بحل المزيد من الأمثلة، وننتقل الآن للخاصية التالية حتى نقوم بدمجها ومقاربتها مع باقي الخصائص. لنفترض أن لدي A للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 4،
سأقول لكم ما هي الخاصية وأفسر لما تعتبر منطقية عندما نرفع عدد لأس معين ومن ثم نرفع المقدار كله لأس آخر، بالتالي يمكننا ضرب الأسس، فهنا سيكون الناتج A للقوة 3 ضرب 4 ويساوي A للقوة 12. ولما يعتبر هذا منطقي؟ حسنا، لأن لدينا هنا A للقوة 3 مضروبة بنفسها 4 مرات، أي يساوي A للقوة 3 ضرب A للقوة 3 ضرب A للقوة 3 ضرب A للقوة 3. حسنا، لدينا الأساس نفسه، فيمكننا بالتالي أن نجمع الأسس، أي سيكون الناتج A للقوة 3 ضرب 4، وهذا يساوي A للقوة 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، وهو نفسه كـ A للقوة 3 ضرب 4، ويساوي A للقوة 12. ولنقوم بمراجعة الخصائص التي تعلمناها في هذا الدرس، إلى جانب مراجعة الأسس، فإذا كان لدينا X للقوة X للقوة A ضرب X للقوة B، هذا سيساوي X للقوة A زائد B، وقد رأينا هذا هنا، X للتربيع ضرب X للقوة 4 يساوي X للقوة 6، أي ناتج 2 زائد 4. ورأينا أيضا أنه إذا كان لدينا X ضرب Y الكل مرفوع للقوة A، فهذا يعادل X للقوة A ضرب Y للقوة A. لقد شاهدناها في هذا الفيديو هنا في الأعلى، 3x الكل مرفوع للقوة 3 يساوي 3 للقوة 3 ضرب x للقوة 3، هذا ما قلته سابقا، 3x للقوة 3 يساوي 3 للقوة 3 ضرب x للقوة 3. والخاصية الأخيرة إنه إذا كان لدينا x للقوة a الكل مرفوع للقوة b، هذا يساوي X للقوة A ضرب B، ورأينا هذا أيضا، حيث إذا كان لدينا A للقوة 3 ورفعناها للقوة 4 فهذا يساوي A للقوة 3 ضرب 4 أي A للقوة 12. لذا دعونا نطبق هذه الخصائص على مجموعة من الأمثلة أو المسائل الأكثر تعقيدا. لنقول مثلا 2xy الكل تربيع، 2xy الكل تربيع، إذا لدينا 2xy الكل تربيع ضرب ناقص x تربيع y الكل تربيع ضرب 3x تربيع y تربيع، ونريد تبسيطها، والقيمة الأفضل للبدء بها حتى تقوم بتبسيط هذه العبارة هي أن نجعلها بصورة ناقص 1 ضرب x تربيع ضرب y تربيع، فإذا أخذنا هذا الجزء وقمنا بتربيعه هنا فهذا سيكون كرفع كل عبارة على حدى القوة 2، إذن هذا الجزء يمكن تبسيطه إلى ناقص 1 تربيع ضرب X تربيع الكل تربيع ضرب Y تربيع. ومن ثم إذا أردنا تبسيط ذلك، ناقص 1 للقوة 2 يساوي 1 X تربيع للقوة 2، تذكر أنه يمكن أن تضرب الأسس فيساوي X للقوة 4 Y تربيع، هذا هو تبسيط الجزء الأوسط. ودعونا الآن نرى إذا كان بالإمكان أن ندمجه مع الأجزاء الأخرى،
الأجزاء الأخرى هي 2x y تربيع و 3x تربيع y تربيع. حسنا، الآن يمكننا الاستمرار بضرب القيم ببعضها، وقد تعلمنا أنه في عملية الضرب لا يهم ترتيب القيم، بالتالي يمكنني أن أغير الترتيب. سنضرب 2 ضرب x ضرب y تربيع ضرب x القوى 4 ضرب y تربيع ضرب 3 x تربيع ضرب y تربيع، ويمكنني أن أعيد هذا الترتيب بطريقة تجعل الحل أبسط. فيمكن أن أضرب 2 ضرب 3، ومن ثم ننتقل إلى عبارات x. دعوني أستخدم هذا اللون. لدي ضرب x ضرب x القوة 4 ضرب x تربيع، والآن عبارات y زائد y تربيع ضرب y تربيع ضرب y تربيع y تربيع مرة أخرى. إذن الآن ما ناتج هذا؟ حسنا، 2 ضرب 3 بالطبع نعلم كم ناتجها، يساوي 6. وما ناتج x ضرب x القوى 4 ضرب x تربيع؟ حسنا، الشيء الذي يجب تذكره هنا هو أن عبارة x عبارة عن x القوى 1، فأي عدد يرفع القوى 1 فيكون الناتج العدد نفسه. وكما تعلم 2 القوى 1 يساوي 2، و 3 القوى 1 يساوي 3، فكم ناتج هذا؟ هذا يساوي لدينا نفس الأساس وهو x، فيمكننا إذن أن نجمع الأسس x للقوى 1 زائد 4 زائد 2، وسأقوم بالجمع في الخطوة التالية. ثم عبارات y ضرب y للقوى 2 زائد 2 زائد 2، كم سيكون الناتج؟ سيكون 6x للقوة 7 y للقوة 6. وسأترككم مع سؤال وأعتقد أنكم تعرفون إجابته وهو مثير للاهتمام. ماذا يحدث عندما نرفع عدد ما للقوة 0؟ إذا افترضت أن لدي 7 للقوة 0، كم يساوي هذا؟ وسأقول لكم ويظهر أن هذا بديهي، يساوي 1. وواحد للقوة 0 تساوي 1 أيضا. أي عدد يرفع للقوة 0، أقصد أي عدد عدا الصفر، عندما يرفع للقوة 0 يكون ناتجه 1. وهذا سيعطيكم بعض الحدس عن السبب، فكروا بهذه الطريقة. إذن 3 القوى 1، دعوني أكتب القوى، القوى 1 2 3، سنستخدم الأساس 3. 3 للقوى 1 يساوي 3، 3 للقوى 2 يساوي 9، 3 للقوى 3 يساوي 27، وبالطبع نحن نحاول إيجاد ناتج 3 للقوى 0. فكروا بها، في كل مرة تنقص من قيمة الأس، في كل مرة تنقص قيمة الأس بمقدار 1، بالتالي نقسم نحن على 3، ولننتقل من 27 إلى 9 نقسم على 3، وننتقل من 9 إلى 3 أيضا نقسم على 3. إذن حتى ننتقل من هذا الأس إلى ذلك، فربما يكون علينا أن نقسم على 3 مرة أخرى، ولهذا يكون الناتج 1. أي عدد نرفعه للقوى 0، وفي هذه الحالة لدينا 3 للقوى 0 يساوي 1. أراكم في العرض التالي.